ما ننتقل بقى للموسم اللي جاي والحالي وغيره، خليني اروح مع حضرتك لفكره اصعب يعني زي ما بتقال كده المطبات او اصعب المواقف او اصعب الماتشات اللي كانت في مشوارنا للنجمه العشرة اصلا من وجهه نظر حضرتك. وكان في طبعا مباراتين الترجي، مباراتين سان داونز، لان دول عندهم باع كتير في المشاركات الافريقيه. احنا كنا على اعصابنا. كنا قاعدين على اعصابنا، فرقتين تقال، بس الحمد لله كان عندنا ثقه في ربنا قبل اي شيء، ثم في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده موسيماني. المنظومه كلها كانت مركزه ان احنا نحقق الهدف المرجو منه. اي مشاركه للنادي الاهلي بيخش فيها بيبقى عينه ان هو ياخد البطوله. فالحمد لله قدرنا نتحدى كل صعاب او كل الظروف اللي واجهتنا، من اصابات لعيبه، من حد ايقافات، والحمد لله بقيه المجموعه كله ادى بروح عاليه جدا لحد ما وصلنا للمباراه النهائيه. كله كان متوقع المباراه من مباراه واحده هي الفينال، يعني برده بتبقى صعب جدا جدا. نوك اوت يعني زي الملاكمه، اللي بيخلص بيخلص. الاهلي لعب في باحترافيه في المباراه دي بثقه لعيبه وثقه جهازه الفني، وتعامل مع المباراه برؤيه فنيه عاليه جدا، وقدرنا نحقق اللقب. ودي اللي متعودينه من لعيبه النادي الاهلي من المنظومه كلها. فطبعا الحمد لله الحمد لله احنا حققنا البطوله دي، عشان عدد البطولات يزيد النجمه العشرة. وزي ما تفضلت حضرتك احنا بنتمنى تبقى ال 11 وال 12 كل مدى. جميل الاهلي بتبقى تحب البطولات والمنظومه كلها. فانا شايف الفتره الجايه ان شاء الله تكون كويسه للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله.